ما زلنا نحاول أن نتواصل مع الدكتور ماجد كوكا. 1738 قتيلا وجريحا في 3 أيام في الغوطة الشرقية. الآن أعتقد أن الدكتور ماجد انضم إلينا في تحسن بسيط إلى الشبكة في الغوطة. دكتور ماجد صباح الخير. دكتور ماجد، أستغل هذه الدقائق لتنقل لنا الصورة، يعني أنا نقلت إلى مستمعينا الأحداث وما يجري الآن، لكن أريد أن أستغل هذه الدقائق التي استطعت فيها التواصل معك لنقل صوتك مباشرة إلى المستمعين معنا في الولايات المتحدة الأمريكية. ما هو الوضع عندكم في على الأرض دكتور ماجد؟ الوضع سيء جدا بكل المقاييس، على الصعيد الأمني والصعيد الغذائي والصعيد المعيشي. الناس خلال اليومين الماضيين، يعني مئات الغارات الجوية والقنابل والقذائف كل كانت عم تنهار الغوطة الشرقية. الناس معظمها، يعني فيك تقول معظم الناس بالأقضية بالملاجئ موجودة، لا يوجد أحد يعني بيحتمي الجو البصري. الغارات الجوية مستمرة حتى هي اللحظة، يعني ما توقفت أبدا خلال اليومين الماضيين. أعداد الجرحى والقتلى عدد كبير كبير، بالإضافة إلى احتصار كامل الغوطة، توقف كل المنافذ، ضرب الفرن الوحيد الموجود اللي كان يعطي الغوطة بالخبز. الآن الغوطة من يومين أو 6 أيام بدون أي مقومات غذائية، بدون أي مواد غذائية عم تدخل عليها. الناس حتى موجودة صار لها يومين ما أكلت. الوضع المعيشي، المشافي حتى صار لحد الآن 14 مشفى خرج عن الخدمة الطبية، يعني يعني المشافي كلها يعني تغص بالجرحى وبالشهداء. كل يوم الكلام موجود داخل الغوطة الشرقية، ولليوم الغارات ما توقفت بدل داخل الغوطة. الوضع المعيشي كثير سيء، الوضع الأمني كثير سيء، الوضع الطبي والصحي كثير سيء. الناس موجودة داخل الأقبية تعيش فيها حاليا موجودة، ما فيها أي مقوم من مقومات الحياة، ما فيها أي خدمة من الخدمات، لا يوجد فيها لا مياه ولا خدمات صرف ولا كهرباء ولا إنارة. شبكات كهرباء كلها مقطوعة من 6 سنوات، الحصار من 6 سنوات موجود الآن. اليومين الماضيين واليوم الثالث صار التصعيد كثير 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 صار شديد داخل الغوطة الشرقية. دكتور ماجد، البارحة أرسلت لي على الخاصة صور يعني حقيقة والله مؤلمة مؤلمة، عدا عن الصور التي تناقلتها وكالات الأنباء لأطفال قضوا في هذه الغارات. يعني أريد أن تصف لمستمعينا عدد الأطفال الذين أصيبوا خلال هذه الغارات في الأيام السابقة، وصل إلى ما يقارب أكثر من 50 طفل قتلوا على ما أعتقد، صحيح؟ زاد العدد تقريبا، صاروا 92 طفل تقريبا اللي صاروا قتلوا من بداية حملة التصعيد إلى الآن. في العدد أكبر بحدود 150 من النساء، صار أعداد القتلى كثير كبير، وخصوصا لأنه عم يتم الاستهداف داخل المناطق السكنية، في التجمعات وداخل الأسواق وداخل حتى البنيين. يعني اليوم المناشدات لإخراج الناس من تحت الأنقاض اللي موجوده لازالت الان عارفه في حدا انه يخرجها، لانه الطيران عم يستهدف اي شيء، عن اي سياره عم تتحرك. امبارح سيارات الاسعاف تم استهدافها، النقاط الطبيه مكان اسعاف الجرحى تم استهدافه، سيارات الدفاع المدني في حال تحركت عم يتم استهدافها، والناس غارات المنازل والناس عالقه تحت الانقاض. معظم الناس صارت تتجول داخل الطيان، مناقبوا لما الجزائر تحت الأرض، ما عاد في حركة فوق الأرض حتى. يعني هذا الوضع يعني حاله، لكن هو أسوأ من هيك بكثير صراحة. دكتور يعني كيف تقومون بالإسعافات؟ أعرف أن هناك نقص كبير في المعدات الطبية، يعني كيف يمكن لكم وعدد قليل جدا من الأطباء ما يزال في الداخل، كيف تستطيعون القيام بالإسعافات؟ يعني أتساءل والله. صدقيني يعني كعملية الإسعاف يعني عملية من أخطر ما نقص المواد، مثل ما حكيتي مثل ما تفضلت، يعني موجود بكل المرافق الطبية. بدنا نستعمل أي شيء موجود ممكن نستعمله، تستعملي بدائل
شفاش اي اشماش موجود. يعني الادويه هلا معظمها هي يعني منتهيه، موجوده كانت قديما، الان كلها استعمال، وفي نقص في احسن يعني هذا اذا تمكنا من المعالجه. ولكن في بالمقابل اشخاص كثير يعني للاسف عم يصابوا يوميا المعالجه لازمه الضروريه. دكتور، شاهدت صور لاطفال البارحه قضوا على يعني وانتم تحاولون اسعافهم. دكتور ماجد، يعني هل هذا بسبب الحالات الصعبه التي وصلتكم او بسبب نقص ايضا في الامدادات والعدد الاطباء العاملين نتيجه لاستهداف العاملين في الحقل الطبي المستشفيات والطبابه جزء من الخطه المرسومه للمزيد من احداث الضرر في الغوطه الشرقيه؟ دكتور ماجد، يعني المشكله مركبه، المشكله الطبيه في عندنا بدايه نقص بالعدد، عندنا عدد محدود من الاطباء، اطباء يعني تقضي اكثر من 20 ساعه داخل العمليات، داخل المشافي، داخل المراكز، ما في امكانيه ابدا. يعني في اشخاص ممكن تموت نتيجه عدم القدره على دخولها لغرفه العمليات لان نتيجه انشغالها وعدد قليل من الاطباء. المراكز الطبيه كمان عدد محدود، عندنا قليل بالمواد الطبيه، بالاضافه نتيجه هذا الوجود كله في عندنا بالمقابل زياده كبيره بعدد الجرحى وعدد المصابين. الشيء اللي شفتيه هذا يعني صوره صراحه صغيره كثير امام الشيء اللي ممكن تلاقي موجود. يعني الناس هلا الجرحى ما عاد في لها سر، ملقاه على الارض، يعني جريح بعد ما تنهي له عمليته عم يلقى على الارض، يعني ما في، الاسره كلها مليئه بالجرحى. احد الاطباء كان عم يقول لي انه نحن بنختار من بين جرحى الجريح اللي ممكن يعني يكون نسبه شفائه 50% وممكن تكون عمليته ساعتين او ثلاث ساعات. اذا كان في جريح يعني ممكن يكون في غرفه، يحجز غرفه العمليات طويله ونسبه الشفاء قليله، فبتركه انه يعني يقضي. للاسف ما في امكانيه انك تعالجي المريض اللي نسبة شفائه قليلة وممكن يتحمل، عم يضل ساعتين أو ثلاث ساعات لتفرغ غرف العمليات ليتم إدخاله. يعني الوضع الصحي طبعا هذا كله مع استهداف المراكز الطبية، يعني المراكز عم تقوم بعمل أكبر من قدرتها الاستيعابية يمكن 10 أضعاف، ومع هيك الآن يتم استهدافها حتى مثل استهداف سيارات الإسعاف. في صور بحب الزود فيها لسيارات الإسعاف اليوم تم استهدافها بشكل مباشر. يعني مثل ما حكيتي الهدف هو يعني زيادة في الضغط على الناس، الوصول لمرحلة اليأس، استسلامهم لأي هدف. كمان نحن ما عندنا يعني الوضع هذا، الوضع الطبي هذا بالنسبة للوضع الجراحي. الوضع الرعاية هي كمان المزمنة، نقص الأدوية الأطفال، نقص الأدوية العامة، كل أحيانا عم تؤدي نقص مواد غسيل الكلى، نقص يعني أي شخص ممكن يصير معه مضاعفات كبيرة نتيجة انعدام المواد الطبية داخل الغوطة الشريانية. دكتور، أود أن أستمع إلى تعليقك حول ما سمعته من بعض الذين خرجوا يعني أحياء إلى الآن، قالوا من لم يمت بالقصف سيموت جوعا. دكتور، هذا هو الوضع بصراحة، من لم يقصف سيموت جوعا. يعني هو المقولة بالغوطة الشرقية الأحسن حالا هو اللي عم يموت، يعني كل شيء رح يضل يعني موجود، هو يعني معاناة حد نفسه. مثل ما حكيتي يعني حالات سوء التغذية، يعني الناس صار شيء طبيعي انه يوم او يومين ما دخل. يعني احد الاطباء ذكر لي قصة انه دخل لعنده طفل للاسف يعني عن الطعام من الحاويات، يعني دخل هذا اصيب بشخصية ببطنه، لما فتح له بطنه قال لي الام لا يوجد فيها طعام، هذا دليل انه صار له 48 ساعة هذا الطفل ما اكل. فهذا الشيء للاسف نلاقيه موجود، شح بالمواد الغذائيه، وغير انه ارتفاع باسعاره بشكل كبير جدا. يعني الموجود لا يمكن لاكثر من 10 او 20% من سكان الغوطه انه يحسنوا يقتنوا هي المواد الغذائيه الموجوده نتيجه اسعارها بشكل فاحش، طبعا كله نتيجه التضخم والحصار
والأتاوات المفروضة عن دخول البضائع للغرفة الشرعية، ما في شيء يأخذ الغرفة من أي مادة غذائية إلا بأتاوة مفروضة تتجاوز أحيانا 5 ذرع على كيلو الواحد من المواد الغذائية. يعني لا أعرف ماذا أقول دكتور ماجد، أشكرك جزيل الشكر على إيصال الصورة أكثر، ونتمنى أن نتواصل معك أيضا في الغد.